السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. بخصوص الكبد الوبائي بي، جاني سؤال النهاردة على الموقع عرفيل www.arafil.com، والله لقيت السؤال مهم جدا جدا ويمس شريحة كبيرة من الناس المصابين بالفيروس أو اللي خايفين يكون عندهم الفيروس. السؤال بيقول إيه؟ بيقول بخصوص الكبد الوبائي بي، هل ممكن بعد الشفاء منه، يعني الإنسان المصاب لما بيشفى منه، هل ممكن أنه لا يظهر في التحاليل اللي هي بتتم قبل الزواج وقبل العمل؟ الإجابة أولاً بخصوص الكبد الوبائي به المصابين به، اللي التحاليل عندهم بتبقى إيجابية في يوم من الأيام وبياخدوا علاج. بنتكلم عن اللي عندهم كبد وبائي به مزمن، لأن اللي بيعمل يلاقي عنده كبد وبائي في الأول ده بيروح لحاله بعد فترة ما، بعد شهر شهرين بيتحسن وبيزول تماما لما الجسم بيتغلب عليه، لكن لو قعد أكتر من 6 أشهر بيتحول إلى الحالة المزمنة، سيان بقى نشيطة أو خاملة. نشيطة أو خاملة بيظهر التحليل اللي هو الأنتيجين، اللي هو جسم الفيروس HBS أنتيجين، ده بيطلع إيجابي. بياخد العلاج لمدة حوالي 3 سنين، حوالي أو أكتر، حوالي 20% منهم في نوع من الأنتيجين بيبقى يتقلب إلى سلبي، وده معناه أنه ما بقاش معدي. لكن الأنتيجين اللي هو الاس أنتيجين ما بيتقلبش أبدا إلى سلبي إلا في حالات قليلة جدا، يمكن 1 أو 2% أو يمكن أقل كمان. بمعنى إيه؟ بمعنى أن المصاب بالكبد الوبائي الفيروس بيتنته يظهر في التحاليل حتى بعد شفائه إلا فيما نظر. طب يعملوا إيه بقى الناس بتاعت، يعني أما بيعمل تحاليل الزواج أو العمل إيه الحال أو يعني إيه الوضع؟ بالنسبة للزواج، التحاليل مش هدفها إنها تمنع الزواج، يعني أنت الإنسان عمل تحاليل ما قبل الزواج وطلع عنده كبد وبائي به، ما بيمنعش الزواج أو ما بيقولولوش ممنوع الزواج. ولكن طب فايدة التحاليل قبل الزواج ايه؟ فايدتها هي حصر الحالات، 1. فايدتها ان يخضعوا الانسان المصاب للعلاج، ويحمي الانسان المصاب من ان حالته تتدهور. 3-4 يدوله الارشادات والنصايح والخطط وازاي يتصرف ويعمل ايه عشان يحمي اللي حواليه من العدوى، عشان ما ينقلش العدوى لزوجته وللمقربين ليه. واهم خطوه في هذه الحاله هو ان المقربين ليه او المحاطين به بياخدوا تطعيم الكبد الوبائي. ده فايده تحليل ما قبل الزواج، لكن لو تحليل ما قبل الزواج عمره ما بيمنع قانونا ان انت تتزوج. دي حاجه. طب بالنسبه للعمل، المشكله بقى ايه في العمل؟ للاسف العمل في اي مكان في اي دوله لو الواحد ظهر عنده الفيروس بيمنع طبعا العمل. والأسوأ من كده في الدول بتاعتنا، دول الخليج العربي، بتروح وتشتغل عندهم 5-6 سنين، يعني لما روحت عامل عندهم كشف وكنت سليم 100% وانت عامل في بلدك كشف وما عندكش كبد وبائي، وبعد وما بتيجي تجدد الإقامة مثلا بعد 5-6-7 سنين. والحكاية دي بتجينا منها حكايات وقصص وأمثلة كتير. لو طلعت إيجابي بيعملوا إيه؟ هل بيعوضوك؟ هل بيعالجوك؟ ده أنت مصاب عندهم. لا، بيعملوا بقى إيه؟ يطردوك، ينهوا خدماتك ويطردوك بحكم أن أنت غير لائق عام. ده حالنا إحنا العرب. فبخصوص الزواج الأمر سهل، لأن ما بيمنعش من الزواج، وفي إجراءات بتتخذ بحيث الواحد يتزوج ويعيش حياته حياة كاملة مطمئنة بدون ما لا يتدهور حالته ولا ينقل العدوى للآخرين. وبخصوص العمل للأسف الشديد ما فيش لي حل حتى وقتنا هذا، وربنا يوفق الجميع وييسر لكل واحد أحوال. وشكرا ليكم، وبالمناسبة ما تنسوش تعملوا لايك، لأن بعضكم ما يعرفش أن اللايك ده من وسائل نشر الفيديو، وطبعا نشر الفيديو من باب نشر الكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة صدقة، وقائلها وناشرها إن شاء الله بينالهم الثواب. وشكرا ليكم مرة تانية.